الخير اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم آه تم اعلان النتيجة الرسميه لانتخابات مجلس الشيوخ المرحله الاولى في مصر القايمه نجحت خلاص في عندنا كده في 100 مقعد نجحهم في القايمه لانهم حصلوا على النسبه المطلوبه من اول مره آه في الانتخابات و فوز 74 مرشح بنظام الفردي فكده أصبح في 174 عضو في مجلس الشيوخ القادم معروفين بالاسم القايمة 100 ومن ضمن المئة مقعد فردي اللي كان في انتخابات بتجرى عليها في الدوائر المختلفة في مصر نجح 74 مرشح في نظام الفردي وستشهد 14 محافظة جولة الإعادة على 26 مقعد 26 كرسي في 14 محافظة هيتم عليهم جولة الإعادة أنا عندي بعض التفاصيل كده وبعض التعليقات اللي ممكن أقولها لحضراتكم خاصة بهذه النتيجة طبعا كله كان متوقع أو الناس كانت متوقعة بعد اللي خرج ولكن ده دي النتيجة الرسمية إنما خلينا نقف أمام إيه امام نسبه الحضور نسبه الحضور والمشاركه كانت 14 و23% 14 و23% كميه الاصوات الباطله في مصر مليون و381 الف و294 صوت دي تشكل تقريبا مليون خدوا بالكم مليون و381 الف صوت دول كانوا غيروا نتيجة الانتخابات في أي دايرة أو يعني لو إحنا قسمناهم كده على الدوائر فأنتوا بتتكلموا على نسبة عالية جدا ليه زي ما قلت لحضراتكم دول حوالي 15 ونص تقريبا 15 ونص في المية من أعداد الناخبين اللي وصلوا لصندوق الانتخابات فلو إحنا قلنا ان وصل 8 مليون و959 الف و35 ناخب مواطن بنسبه ال 14 و23% في 7 مليون ونص او 7 مليون و600 الف تقريبا 7 مليون حاجه و70 الف 577 الف دول اصواتهم كانت صحيحه انما انا واقف امام المليون و381 الف وانا قلت لحضراتكم ان انتم هتشوفوا نسبه عاليه شويه في الاصوات البطله ليه لان الاعداد المرشحه في اتساع نطاق الدوائر بيخلي الناس تدخل ممكن يكون مطلوب منه عشر اشخاص ممكن يكون مطلوب منه خمسة او ستة فبيغلط في العد او هو نازل عشان بيحب محمد شردي فهينتخب محمد شردي وما يعرفش الناس الباقية فهو فاكر إن صوته لو يدلي بيه هيدلي بصوت آه لمحمد شردي بس يبقى هو كده انتخب محمد شردي مثلا او انه هو نازل يشت... آه عارف ثلاث اشخاص بس في المحيط بتاعه مش واخد باله ده على مستوى المحافظة كلها المهم ان هذه الاصوات البطله وقفنا قدامها شويه خلينا نشوف جزء من المؤتمر اللي حصل النهارده اللي اعلن فيه المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات النتيجه ونرجع نعلق على هذه النتيجه واقول لكم ان احنا عندنا حلقه النهارده هنتكلم فيها عن هذه النتيجه نشوف جزء من المؤتمر ونظرت الهيئه كذلك عدد 49 تظلما وفصلت فيها جميعها وانتهى في البعض منها إلى عدم قبولها شكلا، والبعض الآخر لرفضها موضوعا. السيدات والساده، وإعمالا للماده 11 من القانون رقم 198 لسنه 2017 في شأن الهيئه الوطنيه للانتخابات، بأن الهيئه هي المنوط بها إعلان النتائج النهائيه دون غيرها، وبعرض المحضر الخاص بالنتائج في جميع محافظات الجمهوريه على مجلس إدارة الهيئه، أصدر القرار رقم خمسين لسنة عشرين عشرين باعتماد محضر الجهاز التنفيذي ونتيجة الانتخابات وجاءت نتيجة التصويت في كل محافظات الجمهورية على النحو التالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليون ناخبا و واربعين ألف وستين عدد الناخبين الحاضرين 8 مليون تسعمية تسعة وخمسين ألف وخمسة وتلاتين بنسبة مشاركة أربعة عشر وتلاتة وعشرين من مائة في المائة عدد الأصوات الصحيحة سبعة مليون خمسمية سبعة وسبعين ألف سبعمائة واحد وأربعين صوتا بنسبة أربعة وثمانين وثمانية وخمسين من مائة في المائة عدد الأصوات الباطلة مليون وتلتمية واحد وثمانين ألف و284 صوتا بنسبه 15 و42 من 100%. في المية بالنسبه للفائزين بنظام القوائم فقد فازت القائمه الوطنيه من اجل مصر في كل من الدائره الاولى ومقرها مديريه امن القاهره. الدائره الثانيه ومقرها مديريه امن الجيزه. الدائره الثالثه ومقرها مديرية أمن الشرقية الدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية لانتخابها بنسبة تجاوزت 5% من الناخبين المقيدين بكل دائرة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ زي ما قلت لحضراتكم ادي النتيجه بس خلوني اقول لكم الاعاده حتكون في محافظات ايه؟ طبعا على فكره خلاص النتيجه اعلنت النهارده وكانت معروفه تقريبا تقريبا شكليا من اه في معظم المحافظات اه انما خليني اقول لكم الاعاده اللي حنتبعها، حنتبعها ليه؟ الان انتم حتشعروا بقوه الانتخابات. يعني الاعاده في المناطق بتاعتها طبعا انا كنت متوقع الاعاده تكون بعدد اكبر شويه يعني انا كنت متوقع ان اللي ينجح من اول مره 40 50 شخص انما نجح 74 ده شيء كويس جدا وده يعود الى التنظيم الاحزاب اللي نزلها مرشحين فردي وقدرت تقف في ظهر المرشحين الفردي بتوعها والمرشحين اللي التزموا اللي التزموا مع بعض يعني لما يكون في القاهره او في الجيزه او غيره او في محافظة مطلوب ستة أو سبعة فكل واحد التزم في منطقته إن هو يرمي أصواته وتكتلاته على زملائه اللي اتفق معاهم فدول عدوا أو عدت مجموعات كبيرة منهم وهو ده الفرق الإعادة هتكون فين الإعادة في الفترة اللي جاية أو يعني اللي هتكون في محافظة الأيوبية هيكون في اتنين مرشحين الإعادة هتكون بينهم على كرسي واحد في المنوفية أربع مرشحين على اتنين كرسي كفر الشيخ أربع مرشحين على اتنين كرسي في الجيزة اتنين مرشحين رغم أن الجيزة كانت تمن كراسي في سبعة نجحوا من أول مرة وفي آآ آآ اتنين آآ كرسي واحد متبقي هيطلع عليه أعلى اتنين في الأصوات دلوقتي ما بينهم هما الاثنين بني سويف بين اتنين مرشحين وهنا بني سويف فيها تصعيد يعني ايه تصعيد؟ يعني كان من المفترض ان يكون احد المرشحين اللي داخلين الاعاده هو المرشح شعبان عبد العليم ولكن المرشح شعبان عبد العليم الحقيقه توفاه الله في اه اه الايام الماضيه فقامت اللجنه بادخال المرشح التالي في الاصوات الى الاعاده ليه؟ لأن المرشح الأول اللي موجود وعلى قيد الحياة لم يحصل على نسبة 51% في 50% زائد واحد من عدد الأصوات الصحيحة. وبالتالي يجب أن تكون هناك إعادة بينه وبين التالي في الأصوات. وبما أن التالي في الأصوات الله يرحمه شعبان عبد العليم فبالتالي أخده اللي ورا منه على طول وهيدخل الإعادة. أسيوط عندنا فيها حالة بقى حنتابعها بدقه لان اسيوط فيها ست مرشحين ست مرشحين ده معناه أنك انت بتتكلم على ثلاث كراسي سوهاج الاعاده بين عشر مرشحين عشر مرشحين معناه انك بتتكلم على خمس كراسي تقريبا يعني بكلمكم ليه لان احنا هنا هتبصوا تلاقوا ان اسيوط ست مرشحين في الاعاده سوهاج عشر مرشحين في الاعاده انا ست مرشحين في الاعاده الاقصر اربع مرشحين في الاعاده اسوان أربع مرشحين في الإعادة، إذا صعيد مصر الصعيد بتاع مصر هو أكثر إعادة على معظم الكراسي لتفتيت الأصوات في المرحلة الأولى. وده اللي احنا هنبدأ نتكلم عنه بالتفصيل النهارده في البقية بتاعتنا في الحلقة والجزء الثاني من الحلقة عن الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات وما نتوقعه في الفترة القادمة. النهارده الرئيس السيسي في اجتماع مع قادة أو قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وجه بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لحماية أمن مصر القومي. واضحة؟ أدي الاجتماع اللي قام به الرئيس النهارده والتوجيهات التي صدرت بانك الاستعدادات تكون دائما مستمره تكون مستمره علشان نحمي امن مصر نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب نبيل حسب الله. قائد الجيش الثاني الميداني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحمايه امن مصر القومي. كما وجه السيد الرئيس التحيه والتقدير لجهود القوات المسلحه وما تبذله من تضحيات فداء للوطن وصون امنه وسلامته واستقراره ومقدرات الشعب المصري. اجتماع سريع واضح وخرج مع النور والله إحنا بنتكلم الجيش المصري يفضل مستعد علشان يحمي أمن مصر القومي النهارده أيضا رئاسة الوزراء اجتمعت في طبعا مدينة العلمين الجديدة أنا عايز أقف أمام بعض التصريحات اللي خرجت من هذا الاجتماع قبل ما أكلمكم في الشأن الداخلي كثيرا أنا عايز أكلمكم في نتائج هذا الاجتماع أو التصريحات اللي, اللي صدرت عن هذا الاجتماع من الدكتور مصطفى مدبولي وبيتحدث فيها عن العلاقات المصرية السودانية أنا بقول العلاقات المصرية السودانية ليه؟ لأنه تحدث عن وجود توافق على يعني على الموقف المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة لحضرتك تفتكروا أن بالأمس عادت المفاوضات مرة أخرى ورجعين تاني بعد ما كان في توقف وكان في إعلان أن احنا رافضين كمصر اللي بيحصل من الجانب الأثيوبي النهارده رئيس الوزراء بيقول ان في توافق ما بين الجانبين المصري والسوداني ثم ايضا تحدث على اتفاق عوده فرع جامعه القاهره في السودان عوده فرع جامعه القاهره في السودان هذا الفرع كان مغلق بقاله فتره ثم قال ان مصر بتهتم ان هي العلاقات ما بينها وما بين الاشقاء في السودان والاسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين البلدين طبعا تفاصيل المشروعات دي ايه وايه هي بالتأكيد احنا هنعرف بعد كده ولكن انا عايز اريح حضراتكم ان هناك وضوح جدا في رؤية التوافق المصري السوداني وايضا هناك رغبة واضحة من مصر في ان تعود العلاقات التجارية والانسانية والاخوية ما بيننا وما بين السودان وما تنسوش الزيارات المختلفة التي تمت للمسؤولين المصريين سواء لدولة جنوب السودان أو دولة السودان في الأسبوعين أو العشر أيام اللي فاتوا دول وهنا بيجي رئيس الوزراء بيبلور كل هذه الأمور رئيس الوزراء أيضا بلور أمور أخرى النهاردة قال أن مصر أكيد هتسعى تجيب أي حاجة للكورونا وإن احنا يعني لو في لقاح للكورونا هنقدر إن احنا نبعت نجيبه وهنتعاقد عليه وغيره، طبعاً ده كلكم حضراتكم متابعينه وكلنا مهتمين قوي بالكورونا. اللي أنا عايز أقول لكم عليه أرجوكم الكورونا ما خلصتش من العالم والكورونا تعود بقسوة بقسوة في دول كثيرة حولنا، فأرجوكم خدوا بالكم من ده. رئيس الوزراء بيتكلم على الملفات الطبية واللي هيحصل طبعاً الناس دي عندها الدراسة هتبدأ بعد شهر فالدنيا عندهم يعني متلبشة شوية وكله واخد احتياطاته وكله بياخد باله من ايه اللي هيحصل وعلق, وعلق يعني ان من ضمن الاحترازات ان مصر هتبدأ من اول سبتمبر تطبيق اه تحليل البي سي ار لأي شخص يأتي من الخارج من اول سبتمبر اي حد يأتي من الخارج دي هيكون فيها بقى مصري واجنبي سايح مش سايح انت جاي من بره مصر حنطبق تحليل البي سي ار لازم تكون معاك البي سي ار بتاعك انك خالي من الاصابه بتاعه الكورونا عشان تخش مصر. وبعض الاجراءات الاحترازيه قال ان احنا مستمرين في اغلاق الشواطئ العامه اه المفتوحه في مصر. خدوا بالكم الاخوه اللي في الساحل الشمالي الكورونا لم تنتهي. الكورونا لم تنتهي وحته ان احنا بنقلق الشواطئ العامه وفي شواطئ خاصه بتاعه القرى والناس بتنزل والكلام ده كله اه ده صحيح ولكن ايضا ارجوكم خدوا بالكم لو سمحتوا الكورونا مستمره في العالم و... ومنظمه الصحه العالميه النهارده عشان لو كلكم فاكرين بقى ان كلها اسبوعين وينزل اللقاح قالت ان مفيش ولا لقاح على الاطلاق حتى الان وكلهم ما زالوا في مرحله التجارب. خلينا نشوف جزء من تصريحات رئيس الوزراء ونرجع لحضراتكم تاني. الحقيقه يمكن تم مناقشه عوده صلاه الجمعه في المساجد والجوامع الكبرى ويمكن مع السيد وزير الاوقاف ووزاره الداخليه تم مناقشه هذا الموضوع وتم الاتفاق على عوده صلاه الجمعه في المساجد والجوامع الكبرى ودي يمكن معالي وزير الاوقاف هيبقى بيصدر قرار بالضوابط الخاصه بيها لكن احنا بنتكلم على المساجد والجوامع اللي معين لها امام واللي فيها عاملين من وزاره الاوقاف موجودين بحيث ان احنا هنطبق نفس الاجراءات الاحترازيه اللي بتتم في الصلوات العادية حيتم تطبيقها في صلاة الجمعة وحنبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس في بدء إقامة صلوات الجمعة وتم التشديد على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة بتاعة الجمعة يعني في حدود العشر دقائق وحيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللي بيتتم في الصلوات المعتادة مع استمرار غلق الزوايا والمساجد اللي لا يسري عليها الضوابط والشروط اللي احنا هتكون موجوده وايضا استمرار عدم اقامه اي مناسبات سواء بقى يعني اللي هي دور المناسبات هتظل مغلقه وايضا الاماكن الميضات هتظل مغلقه ايضا علشان بقدر الامكان نحافظ على صحه المواطنين. ودي يمكن نقطه الحقيقه تم التوافق عليها النهارده في لجنه الازمات فبالتالي اعتبارا ان شاء الله من 28/8 -28 هتبدا السماح بالضوابط دي لصلوات الجمعه ومعالي وزير الاوقاف هينشر القرار الخاص بالضوابط بصوره تفصيليه. آه النقطه الاخرى يمكن واللي تم التوافق عليها ان اعتبارا من يوم 1 سبتمبر هيتم تطبيق لجميع القادمين آه الاختبار الخاص بالبي سي ار وده انا بتكلم هنا لجميع القادمين من الخارج لان طبعا استعرضنا يعني كل الاجراءات اللي تمت مع اخذ في الاعتبار ان النهارده العديد من الدول فيها يعني الحقيقه يعني اعداد متزايده وبالتالي احنا في اطار ان احنا برضو حريصين كل الحرص على يعني ان احنا نؤمن القادمين وايضا المواطنين المصريين الموجودين في مصر ان احنا تم التوافق ان اعتبارا من يوم 1/9 هيكون هناك ان لازم اي قادم لمصر سواء مصري او غير مصري يكون بيعمل هذا الاختبار وبرضه الضوابط هتبقى محطوطه بصوره تفصيليه وتعلن وبالتالي ده الكلام ده هيسري سواء على كل المدن المصريه ان شاء الله. النقطه يمكن المهمه تم التاكيد على استمرار برضو غلق الحقيقه الشواطئ والمتنزهات العامه المفتوحه تماما. هتظل برضو مغلوقة للحين إشعار آخر ولكن الحقيقة يمكن القرار برضو اللي خدناه, اللي أخدناه هو أن السماح بتطبيق نفس المعايير اللي بتطبق في المطاعم حاليا على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات اللي هي بيبقى لها أسوار وليها تذاكر دخول زي ما حضراتكم شفتوا يمكن التغيير اللي في الاخر قاله رئيس الوزراء ان احنا الاحتياطات الاحترازية اللي تم اتخاذها في المطاعم لو نسبة 50% فقط في الدخول والابتعاد والكلام ده كله سيتم تطبيقها على الحدائق والمتنزهات اللي موجودة في مصر في الفترة القادمة مع طالما لها سور طالما لها صور عشان يعرف يعد ولا تذاكر عشان يعرف يعد كم واحد دخله ودخل قد ايه والعدد قد ايه علشان الكورونا عايز اقول لحضراتكم وانا بتكلم معاكم صدر الان البيان بتاع مصر بتاع مباحثات اثيوبيا وسد اثيوبيا او سد النهضه كما يطلق عليه انا ما بحبش اقول عليه سد النهضه انما سد اثيوبيا. وانا معجب جدا بان الجانب المصري قرر انه يطلع كل يوم او طلع بيان بالامس وطلع بيان النهارده علشان نتابع كلنا وما نستناش بقى ايه تفاصيل مين اللي عمل ايه ومين اللي حصل وايه اللي حصل وما بيقولوش ليه والكلام ده كله. طبعا انا مش هخش في الديباجه انما هك هخش على طول عقد اليوم الاربعاء اجتماع المفاوضات سد النهضه بين الدول الثلاث برعايه الاتحاد الافريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئه مكتب الاتحاد الافريقي والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وخبراء مفوضيه الاتحاد الافريقي وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول الى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضه الاثيوبي وقد توافق الساده الوزراء على الخطوات التنفيذيه لعمليه التفاوض الحاليه حيث بدات لجنه مصغره مكونه من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله بحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات المقدمه من الدول الثلاثه في مسوده واحده على ان تواصل عملها وعرض المسودة على السادة وزراء المياه في الدول الثلاث يوم الجمعة القادم يعني احنا النهاردة خلصنا كذا هنجمع كذا اللجنة هتجتمع بكرة هتعمل المسودة بتاعتها كل واحد مختار واحد اثنين ثلاثة ويقدموها لوزراء المعنيين في الدول الثلاثة وذلك في إطار محاولة التواصل محاولة التوصل للتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس يعني احنا لسه مع بعض بقى الأسبوع اللي جاي ده كله في هذه المناقشات والمسودات واللجان المنبثقة عن اللجنة الأساسية المنبثقة عن اللجان الكذا احنا معاكم لغاية الآخر مصر موجود لغاية الآخر عايزين ايه اهو ادي طلباتنا اهي واضحة جدا اهو ادي المراقبين الدوليين اهم ادي اللي احنا عايزينه اهو ومش هنتنازل عن حقوق مصر المائيه. أرجع تاني لحته الكورونا بعد إذن حضراتكم. وأرجو إن محدش يفهم اللي أنا هقوله ده أو يفسره تفسير غلط. زي ما حضراتكم شفتوا صلاة الجمعة كانت ممنوعة لغاية 28 أغسطس القادم وبضوابط لا في دورات مياه ولا في دور مناسبات هتفتح ولا من المفترض إن يكون حتى صلاة الجنائز هتكون في الجوامع مش هتكون بهذا الشكل. إحنا أمام أزمة. احنا عايزين نوصل لصفر كورونا باللي احنا بنشوفه بيحصل في مصر ده في بعض الاسواق وفي بعض الشواطئ وفي بعض المنتزهات احنا مش هنوصل لصفر كورونا انا مش عايز اخوف حضراتكم ولكن انتوا لازم تخافوا على مصلحتكم انتوا لازم تخافوا على اولادكم لازم تخافوا ان العالم بجد بدات عوده الكورونا في كل حته في العالم وانا بقول ايوه احنا في انخفاض في الحالات الاصابه عندنا انما انا اتابع انا اتابع الصور اللي موجوده على الانترنت بقالها يومين او يعني في احتفالات الاخوه الاقباط في اسيوط بايام البركه ايام البركه في فتره صوم السيده العذراء زي ما حضراتكم شايفين وده يعني الفتره دي بتقعد اسبوعين والانبا يؤنس في اسيوط اسقف الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اعلن عن استقباله لسكان مضياف الدير السيده العذراء في اسيوط بشكل كامل. و أه يعني أخي بالك انا واقف امام هذا المشهد اهو. كويس؟ طبعا ده بيعتبر احتفال ديني بيعتز بيه الاخوه المسيحيين جدا. واحنا ايضا بنعتز بهذه الاحتفالات وعايز اقول لحضراتكم على فكره اوعوا تفتكروا ان كل اللي واقفين هنا فقط اقباط او مسيحيين فقط لغير لا غير لا ده في مسلمين كتير جدا متعودين زي ما عندنا في الموالد و الى اخره انما في زمن الكورونا ان يتم هذا التجمع بهذه الكثافه بهذا الشكل واحنا مش اخدين بالنا ان ده ممكن يؤدي الى كارثه صحيه لكل اللي موجودين في هذه المنطقه ده امر يستوجب التوقف عنده. يستوجب التفسير. يستوجب محاولات التوعيه. يا ايها الناس انتم في زمن الكورونا. يا ايها الناس ما عادش هنقدر نحتفل كما كنا نحتفل سابقا على الاطلاق لا موالد ولا مولد السيده ولا الحسين ولا التجمع حول الكنائس ولا مش هيحصل تاني في حياتنا. انتهت دي الى ان يتم القضاء على الكورونا الى ان يتم التوصل للقاح ولم يتم التوصل اليه ولن يتم انا بقول لكم ولن يتم التوصل اليه قبل اشهر عديده قادمه فانتم بترموا بانفسكم في التهلكه انتوا اللي بتحلوا ان انتوا اللي انتوا اللي بتنشروا المرض وليس بالضروره ان كل واحد رايح وحاسس ان هو كويس ما انت ممكن يكون عندك الفيروس ومش واخد بالك وممكن ما تكونش اخد الاجراءات بتاعتك أرجوكم وإحنا بنتكلم ده من منطلق الصحة من منطلق إن إحنا صحة المصريين كلهم لأن لو حد أصيب بهذا المرض من هذا التجمع ما أنا كمان هكون متأثر سواء بقى مسلم ابطي اي ما كان إحنا هنكون متأثرين أن هناك إصابات حدثت وهنرجع نلقي اللوم على الدولة وهنرجع نقول الدولة ما ما عملتش إنما يجب أن يكون هناك توعية بشكل جيد. وعلى فكرة حاولنا واتصلنا بالفعل بجهات مختلفة و يعني ما عرفناش إن إحنا نقنع حد من أسيوط إن هو يتحدث معنا ويعلق على ما حدث. أنا واضح أهو. ثم اتصلنا بالقس بولس حليم متحدث باسم الكنيسة وقال والله أنا مش هكون فاضل إلا بعد الساعة 9 اللي هو بعد, بعد إنتهاء البرنامج. ثم عاد مرة أخرى وأغلق الموبايل بتاعه وأنا بنفسي كنت بحاول إن أنا أكلمه علشان نطلع نفسر أرجو أن تتحرك الكنيسة ليه؟ عشان هذه الاحتفالات مستمرة هذه الاحتفالات متكررة في الأيام القادمة وقد الصور دي لو نقلت إلى كنائس مختلفة في تجمعات مختلفة في مناطق مختلفة في أنحاء مصر ممكن تعمل مشكلة كبيرة نطلع فاصل ونرجع تاني اليوم الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة في حضور احتفالية العام الهجري الجديد الحكومة تعلن غرامات على المخالفين لترشيد استهلاك المياه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيرة الصحة تؤكد تصميم دليل استرشادي لمكافحة الامراض المعدية بالتنسيق مع التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم لا مد لفترة قبول تظلمات الطلاب من نتيجة الثانوية وغدا آخر موعد البنك المركزي يعلن غدا الخميس إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وزارة السياحة والأثار تفتتح ثلاثة أديرة أثرية في قنا بعد عملية ترميم استمرت ثلاث سنوات شركة المترو تمنح مصاب الثورة تخفيضات 50% على اشتراكات الخطوط الثلاثة وزارة الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بنفق الشهيد أحمد حمدي بقيمة 30 مليون جنيه. النادي الأهلي يختبر الشيخ وجيرالدو لتحديد موقفهما من مباراة القمة، واتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم الحكام الأجنبي غدا. هيئة الأرصاد غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة. إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحرير الدولي في رحلتها السابعة من جمهوريه مصر العربيه الى جمهوريه لبنان الشقيقه الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذوله من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في اوقات المحن والازمات عاجزين احنا, احنا اكيد اليوم عن شكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكيد هذا البنم عن محبته لشعب لبنان واكيد هو ما بيدخل انه يوقف ابدا قدام الشعوب العربيه وشعب لبنان نحن <applause> اكيد مصر ما شفناها ابدا تركت لبنان وانا بدي اشير لشغله جدا مهمه وهذا كثير قليل من الاخوه وقتنا الواحد يشوفه لذلك اليوم نحن عم نشكر اه شعب مصر العظيم اه وان شاء الله بنتمنى لهذا الشعب كل التوفيق وكل الاستقرار والتقدم ب اه كمان بتحت رئاسه الرئيس اه عبد الفتاح السيسي. تاتي تلك المساعدات استمرارا لمسانده مصر لاشقائها في دوله لبنان. للخروج من ازمتها الحاليه. على لحضراتكم مره اخرى، عايز اقول لكم ان البرلمان المصري النهارده او الحقيقه يعني او بالامس وافق على مشروع تنظيم اداره المخلفات، مشروع قانون بتنظيم اداره المخلفات. يعني ايه؟ يعني اخيرا اصبح في جهاز لتنظيم اداره المخلفات آه وده صدر بقانون احنا كنا بنتعامل بقرار من مجلس الوزراء او من رئيس الوزراء بانشاء وحده كده وبتتابع لا ده اصبح قانون واصبح جهاز له صفه واصبح له معايير واصبحت هناك عقوبات عايز اقول لكم ان في حبس وغرامه بتصل الى 25 مليون جنيه وسجن بالخمس سنوات والعشر سنوات ليه؟ ده طبعا لجرائم بقى متقدمة شوية وهو المواد الخطر ودفن المواد الخطر ومش عارف مين ودول دول العالم عندها هذه القوانين وبتفعلها لان انت ممكن مصنع يكون بينتج مواد سامه جدا جدا وعايش في في البلهنيه وعمال يدفن لك في الارض حاجات تؤدي الى عاهات وتؤدي الى كذا وتؤدي الى تلويث مياه الشرب فانت اصبح في مصر الان قانون بقاله فتره بيتم مناقشته وهذا القانون مش بس بيتكلم على مخلفات بقى ايه نجارنا رمى مش عارف كذا ولا مين بقى اللي هيعمل صناديق القمامه لا ده بيتكلم على التحصيلات وعلى الفلوس والشركات اللي هتعمل تدوير للقمامه وتعملوا التدوير فين وازاي والضوابط وكل ما يمكن ان تتخيلوه. طبعا البعض هيقول لك مش عارف والاسعار بتاعت القمامه ده كله هيتضح من التطبيقات والمذكرات الشارحه لهذا القانون لما هيبدا تطبيقه ولكن انا واقف امام ايه ان 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 المشرع هنا نظم المخلفات بتاعه عمليات التنقيب او الحفر او الهدم او البناء يعني اي حد بقى من اللي كانوا بيبني جنبك العماره وراح شايل باللودر وراح دامي في الارض الفاضيه وراح رامي قدام بيتكم ده محضر وده ممكن يكون يصل بيه الامر انه يتسجن نظم ايضا المخلفات الزراعيه والحرق والمش عارف كذا وكذا وكذا نظم المخلفات الصناعية ده في مصانع في مصر هيتعمل لها محاضر ده في مصانع في مصر هتتنفخ لو قلت طبعا انا عايز اقول لكم ان وزارة البيئة عاملة شغل في الموضوع ده بقى عشر سنين او ثمان سنين من اقوى ما يمكن ولكن النهاردة بقى ايه التخطيط والتنظيم والمراقبة وعملية الادارة المتكاملة للمخلفات الصناعية كل ده انت تحاول الحفاظ على البيئة في مصر ونظم المواد والمخلفات الخطر وحط عقوبات بالحبس والغرامه و والى اخره على كل من يخالف هذه الاشياء هنتابع كده كويس هنتابع هنتابع تبعيات ده ايه على الحفاظ على البيئه في مصر البيئه بتاعت ابني وابنك ومستقبلهم والاحفاد والاولاد وكل الكلام ده لان انت النهارده اصبح عندك بش... قانون وهيئه تبع هذا القانون وهيئه يعني انت بتتكلموا على شقة حكومي ما عادتش بقى حاجه كده على الجنب خد بالك من الكلام ده. ومن ضمن القانون بالامس كان معانا فيديو انا الحقيقه ما رضيتش اخده في الحلقه امبارح انما النهارده هاخده ليه؟ لان النائب العام تدخل المستشار حماده الصاوي النائب العام حماده الصاوي تدخل المستشار حماده الصاوي تدخل وامر بحبس اتنين من المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في جزء من الفيديو اللي انا حوره لكم ده وهو التنمر التنمر معاهم كلاب وبيتنمروا على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة واسمه وائل وجايبين الكلاب تعضه فانا حوريكم جزء بعد اذنكم الفيديو معانا طيب هنعرض جزء اهو نعرض جزء من الفيديو انا مش عايز اعلق وانا لن اعلق على الكلاب لان الكلاب بتاخد ارض امر من من صاحبها مش دول الكلاب انا اسف جدا أن هقوله الكلاب هم اللي بيدوا الامر للحيوانات دي ان تعمل ده في هذا الشاب البريء جدا جدا هو قاعد مسالم تماما ولكن تم حبس العيال دي والعيال دي لازم تتربى لازم تتربى وبقوه هطلع فاصل وهنرجع تاني نناقش شويه سياسه والتغيرات في الساحة السياسية نتائج مجلس الشيوخ الإعادة هتكون شكلها عامل إزاي وأيضا بعض التوقعات في الفترة القادمة بالنسبة لدور مجلس الشيوخ وهنناقش تفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بتاع مجلس النواب يعني أصبح عندنا ده وعندنا ده ضيوفي في الفقرة القادمة الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع زميلي العزيز دكتور صبحي عسيلة دكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعد الفاصل الحالي سيدات والسادة لقد جاءت انتخابات مجلس الشيوخ في ظل ظروف بالغه الصعوبه يعلمها القاصي والداني في العالم اجمع وهي تلك الناجمه عن جائحه فيروس كورونا وارتفاع درجات الحراره في هذا الوقت من العام ورغم كل ذلك استطاع شعب مصر العظيم ان يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم اجمع أنه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك فخرج الودلي بصوته في انتخابات حرة نزيهة شهدت بها جميع وكالات الانباء العربية والعالمية وقد شجعه على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الاجراءات الاحترازية حرصا منها على سلامة جمهور الناخبين وتمكينها له من الإدلاء بأصواتهم في جو تحفه الطمأنينة والسلامة توصلا الى تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد الذي استحدثته التعديلات الدستوريه التي وافق عليها الشعب مؤخرا في ابريل من العام الماضي. وهو اقامه غرفه ثانيه نيابيه متمثله في مجلس الشيوخ يقوم بدوره الدستوري والقانوني بالمسانده مع مجلس النواب ليعمل كلاهما من اجل اعلاء نهضه مصرنا الحبيبه. والى جانب ذلك قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتماس جميع السبل المؤدية إلى التطوير فاستحدثت تطبيقاً إلكترونياً لتوزيع القضاة وأوصلته بموقع الهيئة الإلكتروني لاختارهم كما استحدثت تطبيقاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاختار أمناء اللجان بأماكن لجانهم وطورت موقع الهيئة الإلكتروني بما يسمح إختار الناخبين بلجان اقتراعهم وإرشادهم إلى أماكنها وشهدت جميع اجراءات الاعداد للعمليه الانتخابيه تعاونا كبيرا بين الجهات المعنيه في الدوله وبين الهيئه الوطنيه للانتخابات نخص منها القوات المسلحه التي نقلت 800 قاضي و55 طن اوراق انتخابيه الى محافظات الصعيد والمحافظات الحدوديه عدنا لحضراتكم مرة أخرى ضيفي في هذه الفقرة دكتور صبحي ياسيله الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبعد شوية هيدخل معنا الكاتب الصحفي الزميل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع دكتور صبحي أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا اليوم رؤيتك بقى يعني أدي النتيجة الرسمية قراءات حضرتك في هذه النتيجه؟ انا طرحت بعض في بدايه الحلقه النهارده يعني ليها قراءات كده معينه بس عايز اعرف حضرتك باصص ازاي للنتيجه؟ يعني طبعا النتيجه وزي ما حضرتك بتقول احنا تاني مره يعني احنا قبل اسبوع بالظبط كنا موجودين مع حضرتك وظني ان احنا قلنا بعض الكلام ظني انه بعض منه تحقق. احنا اكدنا وما زلنا بنأكد على ان المشهد الرئيسي او الفائز الرئيسي في هذا المشهد هي الدوله المصريه والهيئه الوطنيه للانتخابات في ان احنا نعمل انتخابات حره ونزيهه شفافه لا غبار عليها, عليها بالظبط تمام حتى التظلمات والاخطاء اللي حصلت اعلنوا عنها اعلنوا عنها وما كانش عندنا ده النهارده عندنا اعلن كمان قال لك ان في بعض اللجان فتحت متاخر عشان الأرض دون ان يؤثر على ولكن لم يت... يعني صحيح فهد فهد مسجل بالظبط كده فده تاكيد للنجاح والاستمراريه اللي احنا ماشيين فيها من ناحيه الهيئه العليا للانتخابات الامر التاني احنا متعلقين النهارده وكنا قاعدين كلنا مستنيين المستشار لاشين ابراهيم عشان يقول لنا النتائج لانه بعد الخطوه المهمه جدا ان هو يحظر حظر النتائج علشان ما يحصلش الانفلات والتسيب اللي كان بيحصل في اي انتخابات ان كل الناس تعلن مين فاز ومين ما انا شايف ان الخطوه دي كانت كويسه جدا ان احنا نلتزم بيها معروفه تقريبا معروفه انما الاعلام غير لا تزعل للناس للعامه يعني طبعاً يعني انما كل مرشح كان عارف لانه عنده مندوبيه وعنده مرشح عنده كل انما لا تزعل على العامه عشان ما يحصلش اجواء من البلبله وشيء من وانا متصور ان احنا لو استمرنا في ده يبقى دي نقطه نجاح اخرى نقدر نستمر عليها وهو التنظيم وهو التنظيم الجيد جيد واخذ كل شيء في الاعتبار احنا كنا مستنيين كلنا النتائج والنتائج زي ما قلت مع حضرتك قبل كده ربما في موضوع الفردي ومين نجح مش هو ده السؤال السؤال كان الاهم هي نسبه المشاركه اللي كانت من المره اللي فاتت كان سؤالنا الاساسي اعلن المستشار رشيد ابراهيم النهارده ان نسبه المشاركه 14% عدت ل 14 بشويه اه يعني بنتكلم 14 14 وثلاثة من عشرة احنا بنتكلم في الحدود دي وظن ان انا قلت مع حضرتك في المره اللي فاتت ان احنا هنبقى مش فوق خالص احنا عندنا متوسط عام كده لنسبه المشاركه بنقيس على حاجتين لو انا بتكلم على نسبه المشاركه في ال11 استحقاق 10 استحقاقات اللي فاتوا من ساعه 2011 حتى هذه اللحظه انا بتكلم على ان احنا عاملين تقريبا 40% من المتوسط العام لهذا الموضوع، المتوسط العام كان في حدود 39%، احنا عاملين المره دي 14%. اذا بنقيس على نسبه المشاركه في انتخابات مجلس الشورى او الشيوخ فاحنا دي اكبر مره يحصل فيها مشاركه في مجلس الشيوخ. عبر 30 سنه بتوعه او اللي قبل كده اللي سنة هو مجلس الشورى ما كانش بيروح 7% 8% اخذا في الاعتبار ان هذه النسبه نسبه حقيقيه انما النسب الثانيه لم تكن حقيقيه ومع ذلك هي اقل من النسبه ممكن المعلنه وكانت بتكون مضروبه بالظبط ومع ذلك هي اقل اقل من النسبه المعلنه في هذه اللحظه آه. النسبه اللي خرجت النهارده ايضا اللي هي ال 14% ترد على دعاوى كتير جدا وتشكيك كتير جدا ان الخطوه اللي اتخذها الهيئه الوطنيه للانتخابات انها تحظر اعلان النتائج اللي كنا لسه حضرتك بنتكلم عليها انه ده محاولات لان هم يظبطوا النتيجه لان هم يرفعوا نسبه المشاركه لان هم لان هم كل الاقاويل اللي قيلت دي النهارده كل ده النهار امام الواقع كل هذه الادعاءات امام الواقع وامام انك انت تكون صادق وبتطلع الارقام كلها للناس وهذا هو اللي حصل دي كلها كل ده بيروح واقع بعد كده خلاص يعني لو انت عاوز ترفع النسبه ما كانش واقف عند 14% هذا لم يحدث باي حال من الاحوال أه لا واحنا كنا ملاحظين ده وملاحظين وانا على فكره كنت متابع ده اثناء الانتخابات وقلت لان لا احنا لما لعبنا على أربعة إلى ستة في في أول يوم وفي محافظات كانت نسبتها أكتر من 14% في المية وبيكلم على المتوسط مع الحضور اليومين كويس إنما على مدى اليومين أنت قدرت أنك أنت تعدي بهذه النسبة وهتلاقي أن في محافظات عاملة عشرة في صحيح كويس ولكن صح. في مناطق عاملة ستة و40% طبعا الو... إحنا آه بنتكلم على عن المتوسط العام في كل الانتخابات فأنت بتتكلم عن المتوسط العام لأن الحضور كان كثيفا في مناطق الريف بشكل كبير جدا صحيح, جداً صحيح طيب خليني بقى أخش أنا في حتة وقفت أمامها وده اللي كنت متوقعه وحصل اللي أنا توقعته. وهو أن كثرة العدد اتساع الدوائر عدد المرشحين كتير أنت مطالب إنك تختار ستة لأ سبعة لأ تمانية العد الورقة كبيرة الورقة قد كده هعد مين وهعمل إيه والكلام ده كله نسبة الأصوات البطلة مليون مليون و381294 صوت صحيح انت شايف كيف نتعامل مع هذا صحيح انت حضرتك اشرت لده واكدت عليه في الحلقه اللي كنت موجود فيها مع حضرتك بالظبط كده ان الاصوات الباطله وأنها هتبقى كتير احنا بنتكلم على نسبه 16% بالظبط من الاصوات اصوات باطله وهذا لم يحدث فيما تابعت من انتخابات في اي انتخابات على في الإطلاق. اي انتخابات بالظبط اعلى <applause> نسبه على الاطلاق تسجل في أصوات بطلة صحيح في مصر وعشان كده أنا من برنامج حضرتك وعبر حضرتك أنا بقول إن دي نقطة لابد أن تخضع للدراسة إزاي نتفادى هذا الموضوع لأن ما يبقى عندنا نسبة الأصوات الباطلة أكبر من نسبة المشاركة بقول لحضرتك ده لم يحدث سواء في النسبه لا هي يعني مش اكبر من نسبه مشاركه اكبر من نسبه مشاركه نسبه مشاركه 14% انا قصدي هي 16% نسبه الاصوات الباطلة. صح طيب. صحيح انا بحسب النسبه من الاثنين لا هي نسبه عشان ما يعني. حدش بس يصحح لا لا خالص. خالص, خالص. هي 15 ونص من الحضور اه طحيح. صحيح صحيح من الحضور اصواتهم بطله صحيح. من المعتاد عليه ان انت تلعب من 2 ل 3% صحيح انا هفكر حضرتك بواقع انه ازاي ده بيبقى واقعها على الراي العام في الواقع بتاعت الانتخابات الرئاسيه لما الاصوات الباطله كانت اكبر من الاصوات اللي حصل عليها المرشح المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي انت هنا بتبقى قدام يعني رقم فارق لابد ان انت تتوقف عنده ونشوف ايه الاسباب اللي ادت لده واللي حضرتك اشرت لبعضها دلوقتي انه زياده عدد المرشحين بهذا الشكل مؤكد انه عامل صعوبه عند المرشحين عند الناخبين ان هم يختاروا في ضوء نسبه الاميه اللي موجوده في البلد، نسبه الوعي السياسي، نسبه الثقافه السياسيه عامل لنا مشكله لازم نشوف لها حل، لا يمكن ان احنا نسيب هذا الموضوع بحيث نهدر نهدر قيمة صوت 16% من المشاركين أو من اللي راحوا اللي هم مليون وشوية دي نسبة كبيرة جدا لازم نتوقف عندها ونقول إن ده ما يحصلش إزاي تاني ومع ذلك بقول إن كل ما هتتسع الدايرة هيبقى مضطر إن يبقى عدد المرشحين انت عاملها يا استاذ محمد وحضرتك قدر مني بهذا الموضوع اقرب الى القايمه بس هي مش قايمه فوق يعني انت محتاج لا هي, ت... هي, بعض المرشحين اللي تكتلوا مع بعض سواء بقى من احزاب او كده على فكره دي كانت الطريقه الافضل في هذه الانتخابات صحيح يعني أنا لما أكون مرشح في محافظة لازم تت... ده محافظة أه. دايرة كاملة وأنا مستقل لوحدي م. لا مش هينفع لو ما كانش معايا تمانية تسعة تانيين لتطلع كده أنت بتعمل قائمة أنت بتعمل بالزبط. بالزبط. شبه قيمة أو شبه تكتل عشان الناخب اللي نازل مثلا في المنطقة الفلانية نازل ليا وللراجل اللي منزله هناك اللي هو المرشح بتاعهم وأنا هنا في دايرتي أو في منطقة نفوذي وشهرتي بنزل الناس تنتخب اربعه مره واحده او ثلاثه ما هم اربعه مره واحده أوه. وعشان كده الاصوات البطلة معظمها المره دي اكيد يعني احنا طبعا مش متاح لنا نشوف البيانات دي انما مؤكد زي ما حضرتك اشرت من شويه لما يبقى بيختار 10 لو اختار تسعة صوت بقى باطل ما طبعا لو اختار 11 الصوت بقى باطل فاحنا طول الوقت عندنا المشكله دي ان هم 10 يبقوا 10 سته يبقوا سته وانا متاكد إنه نسبه كبيره منها جدا هتبقى معموله بهذا الاساس ليه لانه حتى المواطن انا ممكن ادعي ان المواطن اللي ما يعرفش كان ممكن لو هو عارف بس ان هم سته لازم يختار سته وما يغلطش في الموضوع ده كان ممكن اختار اي سته مثلا يعني آه. انما اللي حاصل انه زي ما حضرتك اشرت المره اللي فاتت انك ممكن تنسى انت اخترت كام واحد ترجع تعد عندك مشكله ده اجراء انا بقول ان احنا لازم نتوقف عنده او ان هو بالامانه داخل يختار محمد شردي بس ومش مش عايز اي حد تاني وهنا نرجع بقى للفلسفه بتاعة الموضوع والانتخاب فردي من حيث المبدا ولا انتخاب قايمه وناس متحالفه مع بعض احنا بنقول تاني وانا من ضمن انصار الناس اللي بتقول ان مازال الناخب المصري مزاجه مزاجه مع الانتخاب الفردي حيث بتقل الدوائر بيبقى عارف الشخص بنفسه بيقدر يعرفه ما الانتخاب ولكن ال... انت يجب ان تخرج من عباءة ان تكون الانتخابات قبلية النزعة حتى يتسنى للناخب ان ينتخب مبدأ ان ينتخب ان يتحرك على كذا زمان كنا نقول ينزل انتخب الوفد انتخب مش واخد بالك انتخب التج... اللي نازل اليسار نازل اليسار اللي نازل للوسط نازل للوسط تكتلات وطيارات سياسية وخب... فأنت عايز تحولها ترجعها مرة أخرى إلى القبلية لا. لا أنا عايز نجتهد إن أكتر إن... أيوة. في أن احنا نجد صيغة للانتقال الثالث من هذا هز... يعني احنا في هدف كبير عاوزين نوصل له انه هذه الانتخابات تكون بالاحزاب وتكون كلها حزبيه تماما بتختار برنامج وبتختار حزب زي زي الولايات المتحده الامريكيه زي بريطانيا زي, زي 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 غيره هذا هو الهدف الكبير ازاي نوصل لهذا الهدف لا يمكن ان هو يتم سنين. ناخد سنين طبعا بس, بس المهم ان احنا لازم نبدا ن... بالظبط كده ونعمل خطوات تراكم على هذا الموضوع ولكن ايضا انت لا تستطيع انك انت ت... 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 تيجي على حق المستقل انا بني ادم مش عايز انضم لاي حزب وعايز انزل مستقل صحيح لا تمنعني من ان اشارك في هذه الانتخابات صحيح ينزل مستقل وما حدش بيمانع ده وانا بقول لحضرتك ما زال الناخب هواه مع الموضوع ده لان هو يعرف هذا الناخب بس هي بتصعب جدا على المستقل لما تجمع بهذا الشكل بين القوي بين القايمه وبين الفردي فيقل عدد الفردي فتزداد جدا جدا الدائره طيب. فيبقى المستقل اللي عنده صعوبة تواصل مع الناس. توقعات النحن. حضرتك ايه في الاعاده؟ انا كنت متوقع لو كانت الاعاده سريعه بعد المرحله الاولى كنت هقول لك هتتفرج على شويه انتخابات ما حصلتش. إيه؟ الان الانتخابات قدامها كمان لسه ثلاث اسابيع انتخابات الاعاده تقريبا. توقعاتك ايه هم كلهم على بعض 26 كرسي. اللي هتجري عليهم صحيح. الاعاده. صحيح صحيح ولكن انا ان معظم الاعادات من ضخمه جدا في محافظات الصعيد صحيح انت عندك محافظه فيها 10 داخلين انتخاب آه. اكنها لسه انتخابات من اول أه صحيح هو في عدد المقاعد وحضرتك هتلاحظ مثلا ملاحظه ان القاهره اسكندريه او اللي احنا بنسميها المحافظات الحضريه مفيش منهم الا محافظه واحده عندها مقعد واحد بتعيد عليه اللي هي بورسعيد أه. انما عند القاهره اسكندريه السويس ما عندهمش بورسعيد يعني. احنا اه المقعد الوحيد الفردي بيتعاد عليه صحيح الثلاث محافظات القاهره اسكندريه السويس اللي احنا بنسميهم المحافظات الحضريه ما فيهمش اعاده آه. المحافظات بتاعه الوجه البحري هتلاقي الاعاده المقاعد اللي فاضله فيها ما بين مقعد اثنين من اجمالي المقاعد اللي كان فيها فينزل نسبة صغيرة ندخل على كل محافظات الصعيد هتلاقي النسبة اللي بنعيد عليها كبيرة مقارنة بعدد المقاعد الأساسية في محافظة بتعيد على نص المقاعد اللي كان موجود فيها أو أكتر من نص المقاعد اللي كان موجود فيها وده تاني هيرجعنا لموضوع المستوى التعليم مستوى الثقافة مستوى الوعي اللي موجود إنه الناس إزاي بتروح وتقدر تتعامل مع هذا الموضوع هتكون الانتخابات في الإعادة في مجلس الشيوخ أكثر سخونة في محافظات الصعيد ده أكيد لان الإعادة ما بين اربعه ما بين سته ما بين عشر اشخاص فكده طيب وهتكون برضه سخنه جدا في منطقه زي بورسعيد لان هي محافظه اقل مساحتها قليله شويه وهو اساسا كرسي واحد من الاول فالوقت بعد ما كان عنده مجموعه مرشحين الناس اختارت اثنين هم اللي هيتم التفاضل ما بينهم فهتكون المنافسه ساخنه بس هيفضل هي التحدي يعني قدام المرشحين دول أيوة. التحدي الاساسي هو المشاركه عادة الجولة الثانية بيكون بتبقى المشاركة فيها أقل, أقل بكتير هو في فطور أه. هو ده تحدي كبير قدام المرشحين إزاي أن أنت تقدر تنزل تاني المواطنين في ظل أيضا الأجواء اللي هتبقى موجودة والمشاكل مش اللي هتكون على المرشحين والتك... كل حاجة فكل الانتخابات اللي قبل كده كانت جولة الأعادة في الغالب بتبقى أقل جدا أقل إقبالا أقل تغطية أقل... أقل في كل شيء فده التحدي اللي عند المرشحين ربما انخفاض نسبة المشاركة المتوقع بيخدم بعض المرشحين إنما أنا بتكلم على العملية إجمالا هذه العملية هي اللي بتتأثر بغياب نسبة المشاركة وغياب إقبال الناخبين على المشاركة أساسا إنما في الحقيقة أي مرشح أو أي مقعد هيبقى عليه اثنين أو ثلاثة هتلاقي فيه عصبيات من نوع تاني يعني إذا بتتكلم على محافظة حضرتك حد من مركز معين في محافظة حد من مركز تاني خالص فهتلاقي فيه اصطفاف طول الوقت إن هذه المنطقة اللي منها المرشح تاخد هي هذا المقعد وده ربما ربما يساعد في إنك تشوف في بعض المراكز يبقى في نسبة تصويت أعلى بكتير من مراكز تانية لو في العصبية أو الانتماء أو الاهتمام بهذا الشخص كشخص مرشح، بصرف النظر هو ينتمي لحزب أو ما ينتميش لحزب. وممكن أيضاً تُفاجئ بالمفاجآت اللي إحنا متعودين عليها في الانتخابات دايماً وهو إن واحد هو اللي داخل الإعادة بأعلى نسبة في الأصوات. وطلع له حد صغير شاب صغير او طلع له شخصيه اخرى وتواجه بقى بمساله العند الانتخابي أه. وده دايما بيبان في الاعداد او الانقلاب الانتخابي م. او ان المرشحين اللي فشلوا في المرحله الاولى او بلاش طبعا. بلاش فشل لم يتم أه. لم يوفق فيش مرشح انما لم يوفق فبيختار ما بين الاثنين فاحنا امام الان في خلال الاسبوعين الجايين دول عشان الساده المشاهدين يعرفوا انتوا امام اللي احنا بنسميه شغل السياسه بقى بتاع تخبيط الباب لو سمحت انا عايزك تقف معايا بناسك وبرجالتك وعايزك تقول طيب يا جماعه انزلوا ادعموا فلان ويجي فلان يقول لك كذا فيبدا الانضمام <applause> وكمان يا استاذ محمد حتى المرشح نفسه اللي هو مثلا اول او اكتر حد خد اصوات في هذه الجوله مش ضمانه ليه انه في الجوله اللي جايه ياخد اكبر الاصوات او يفوز اصلا من الاساس طبعا خالص لانه زي ما حضرتك قلت وانا بختار خمسه من خمسين غير لما انا بختار واحد من اثنين او اثنين من اربعه بقى هم اللي موجودين دلوقتي والحشد بيحصل بالطريقه دي وتفضيلات الناس بتتغير وقدرات المرشحين الموجودين وحضرتك يعني ادرى منك موضوع الانتخابات بيبقى في ناس كتير جدا ما عندهاش رغبه انه فلان يفوز حتى لو انا مش هفوز ان تحشد الناس اما ضده او ضد افكاره أيوة او ضد طبعا طياره ممكن جداً, جدا وده وارد جدا طبعاً وهي دي لعبه السياسه طول الوقت والانتخابات الناس بتغير مواقفها ضمن اللي معروض عليها دي يعني مطابخ انتخابيه بالظبط كده كده انا كنت متوقع ان الاعاده تكون على مقاعد فرديه في المحافظات الكبرى انا عايز اقول لك ان الجيزه كلها الجيزه كلها فيها قاعده على كرسي واحد بس يعني هي كانت ثمان كراسي في سبعه تم حسمهم وفي كرسي واحد في الجيزه كلها هل تتخيل ان محافظه الجيزه بكل هذه المساحه بكل الكفر وبالنجوع بالمدن بكل محافظه الجيزه بالكامل دي كلها بكل اللجان دي بالقضاء دول هتفتح مره تانية علشان كرسي واحد فقط كرس واحد لغير واحد فقط لغير وهو لعادة بين صحيح. شخصين يتنافسوا على المحافظه كلها يتنافسوا على كل المحافظه صحيح وهنا صحيح. انا عايز اقول لك ان الحشد لو كان احد داخلين الاعادات لو ما وقفش وراهم احزابهم صحيح بقوه هم اللي الاحزاب هتقدر انها تجيش اللجان بتاعتها علشان تنزل وتجيب الناس الانتخابات عشان حتى المحافظات اللي اتحسمت يا استاذ محمد او النسبه الاكبر اللي اتحسمت هتلاقي فيها من الاحزاب يعني يعني طبعا القاهره العشره اللي ناجحين فيهم بتتكلم عن ثمانيه او تسعه من المستقبل الوطن المستقبل الوطن قدر ان هو يعمل ده في الجيزه وفي القاهره وفي عده محافظات معظم اللي اتحسموا وانا توقعت ده لما شفتهم في الحمله بتاعتهم صحيح ليه؟ لان هم كانوا معايا هنا بتوع الجيزه على فكره وكانوا موجودين على هنا واستقبلتهم هنا على مدى يومين وقسمتهم وقعدت اتكلم معاهم لان كان انا كنت باصص ليه التقسيمه اللي هم عملوها وقال لك احنا وقفنا الساعه 4 الصبح وقفوا في الطابور علشان يقدموا كلهم ياخدوا تسلسل رقمي ورا بعض وان احنا عايزين من واحد ل او عايزين ان احنا كنا ناخد تسلسل رقمي ورا بعض وان احنا هنقف مع بعض وكل واحد في منطقته هيرمي على التاني ولو تلاحظ ان الفارق في ان بين النجاح الاساسي فيهم والدخل الاعاده ان بسيطه بسيطه اصوات صحيح بسيطه صحيح. جدا صحيح لان هنا إحنا حضرتك بتتكلم على حزب انا بقول لما لما ب... بتعمل انت الجهد اللي عليك الهوم اللي لازم تعمله حزب مستقبل الوطن عامل ده بشكل واضح جدا جدا والناخبين يا استاذ محمد في قصه انه يبقى عنده تشتت بين المرشحين و10 وبتاع كان في ناس بتختار ثقه في الحزب حتى لو هو كان عاوز يختار حاجه تانية انما هو لو مش عارف مثلا فبيروح للحزب يعني لو هو مش عارف سين ده لو هو منتمي لهذا الحزب وهو عارف هذا الحزب بيصوت لهذا الحزب. فالاجراءات والشغل اللي عمله مستقبل وطن طبعا لازم ينعكس في الانتخابات بشكل او باخر باي طريقه طب يعني. ايه رايك؟ ايه رايك؟ بص هنطلع في ونرجع تاني ونجيب حد من مستقبل, مستقبل و... وطن واخد <applause> بالك <applause> <applause> ونجح في القايمه الوطنيه او هو عضو مجلس الشيوخ عن القايمه الوطنيه من اجل مصر. زميلي العزيز الكاتب الصحفي محمود بكري رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع ينضم إلينا بعد الفاصل لاستمرار النقاش حول مجلس الشيوخ النتائج وأيضا القانون الجديد لمجلس النواب وانتخابات مجلس النواب القادمة الحياة اليوم قلنا لحضراتكم مرة أخرى ينضم إلينا زميلي الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع. آه اسمح لي عشان ده أول لقاء رسمي بعد إعلان النتيجة أقول لك أهلا بك يا سيادة النائب أهلا بك يا أستاذ محمد أيها النائب الدائم ربنا يخليك <applause> أشكرك حبيبي أنا سعيد جدا ان انت بس أنا بص قبل ما نبدا نتكلم في الرسميات انا هكلمك محمود بكري فجاه بعد كل هذه السنوات من العمل الصحفي يقرر اقتحام مجال السياسه والعمل النيابي في مصر قول لي ليه اولا العمل الوطني انا بسمي مش بسميه العمل السياسي انا بسميه العمل الوطني العمل الوطني عمل مستمر بالنسبه لي منذ عشرات السنين. أي أنا يمكن عمود. انت بتتكلم من 35 سنة. انا ما كنتش أه. بفكر ابدا اني اترشح او اخوض اي انتخابات. طول عمري السنوات الماضيه. أي. ويمكن كان الاستاذ مصطفى اللي ما بينزل الانتخابات كنت انا بدير. اه عايز بس عشان الناس اكيد الاسم ألمياً معروف محمود بكري هو الشقيق الاصغر لزميلنا العزيز الاستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب. والأستاذ. لدورات متتاليه. طب بالنسبه لي مش بس اخ صديق واستاذ. طبعا. نظريتي يعني آه. ليه هي كده آه تمام فكنت باستمرار آه مع الاستاذ مصطفى داعم ومساند في كل حاجه المره دي عرض عرض علي من خلال آه مستقبل وطن ان اخوض الانتخابات وانا شرفت بهذا الاختيار وبعتبره تفكير متميز الان من مستقبل وطن وهقول ليه يمكن لو حضرتك تابعت المرشحين سواء الفردي او القوائم هذه المره هتشوف تميز غير عادي في الاختيارات ده بالنسبه لمستقبل الوطن مستقبل الوطن طبعا انا بتكلم دم. عن مستقبل الوطن انت بتقول هذه المره هو انت هد... شايف ان ما كانش فيه تميز قبل كده في مستقبل ب... الوطن لا انا بتكلمش على السابق انا بشوف المره دي اه نوعيات مختاره بعنايه فرز متميز للغايه شخصيات نقيه وشفافه وايديها طاهره تماما شخصيات فيها ميزه اساسيه وده المحور اهتمام مجلس الشيوخ اجوا خبطوا على بابك وقالوا لك تعالى احنا مستقبل الوطن وعايزينك يا محمود يا بكري تنزل معانا الانتخابات لا لا انا طبعا في تواصل بيننا تمام في تواصل بيننا بس هم ووقع اللي طلبوا منك عليا الاختيار ووقع آه. على الاختيار في اطار التواصل الموجود بيننا تمام الميزه الاساسيه انك هتلاقي عدد من الخبراء المتميزين كل في مجاله احنا انا بقول ان مجلس الشيوخ ده هو مطبخ السياسه والدوله المصريه هيكون كده بالظبط لما يكون في هذه النوعيه هذه الافكار المتنوعه هذه الشخصيات النقيه المحبه لبلدها، المحبه لوطنها، واختيارات دقيقه جدا للغايه يبقى انا بقول ان انا بطمن، انا بطمن على مستقبل البلد دي ان في اداره ذكيه بتحط ناس محترمه ولها مواصفات معينه في الاماكن التي تستحقها. ومن هنا انا بقول احنا بننطلق لقدام فمستقبل الوطن رشح هذه المج... على فكره اي حزب على الاطلاق خلينا نكون واقعيين انا راجل سياسي وانت راجل سياسي دلوقتي بقى نتكلم صح اي حزب في الدنيا هيقول لك انا بنقي الافضل وهو ده الافضل ولو احنا جبنا عدد ناس من المرشحين آه ضد مستقبل الوطن هيقول لك احنا افضل من دول انما انت انا انا سعيد بهذه الرؤيه لان انا لاحظت ان في حاله مختلفه في مستقبل الوطن في الفتره اللي فاتت وركزت جدا على هذه الحاله كنت لسه بقول كده للدكتور صبحي قبل ما انت تدخل على طول وتابعت هذه الحاله في هذا البرنامج. خليني انتقل بيك طيب انت دايرتك ايه ودايره مصطفى بكري ايه؟ طيب اثنين نواب اثنين اخوات ممكن تسمح لي قبل ما اجاوب على السؤال اقول حاجه قول احنا في تحدي، الدوله دي في تحدي وعقدت واجرت انتخابات كبيره جدا وهي في مرحله الكورونا طبعا سبقها امتحانات الثانويه العامه طبعا بدون الخوض في التفاصيل في كلا الاختبارين كنا في مرحله تحدي وفي كلا الاختبارين كانت الاشاعات من حوالينا والحملات المغرضه ومش هتقدروا والبلد والكورونا والول والحمد لله نجحنا طبعا ممتاز الاختبارين <applause> بسهولة ويسر وبالتالي نجحنا في عبور منظرك كان البعض بيحاول يوقعنا فيه حضرتك فاكر كويس قوي لما كان يقولوا الطالب اللي هيبقى سبب في موت أبوه وأمه والإشاعات الرهيبة اللي كانت وإزاي الطالب بتاع الثانوية هيخش وهيتصابوا من بعض الحمد لله دي الرسالة هنا اللي أنا عايز أقولها لمجتمعنا كله يا جماعة ما فيش حد يمشي ورا الشائعات لأنها في النهاية أكذوبة كبيرة قوي بتسعى لتحطيم وطنكم وبلدكم فخليكم ماشيين على الخط المستقيم دون اكتراز لا بهذا ولا بذاك الا بمصلحتنا العليا. معجب جدا جدا لما اكون قاعد قدامي اعلامي وتروح في لحظه معينه <applause> تروح موجه وشك للكاميرا وتروح مسنتر وشك للكاميرا وتروح عاطي الرساله بتاعتك ايوه بص احب انا الشغل اللي هو ايه؟ شغل على ميه بيضة زي ما احنا بنقول. جميل هذه هي الرساله. نعم كلنا مقتنعين بهذه الرساله تماما ولكن مره اخرى قل لي اولا دايرتك ايه ودايره مصطفى بكري ايه؟ أنا دايرتي محافظات القاهرة أيوة القليوبية الدقهلية المنوفية الغربية كفر الشيخ تمام وهقول لك ليه أيوة أنا بعمل في دائرة منطقة حلوان جنوب القاهرة من المعصرة لحدايا حلوان لحلوان شرق وغرب للتبين ل 15 مايو من وعشرين سنة وأكثر أنا حافظ المنطقة دي حارة حارة شارع شارع بيت بيت <applause> انت هتقولي <لي>. لأن عشتها <applause> طبعا أشتها بدمي انتخابات مصطفى كل انتخابات الاستاذ مصطفى بكري طبعا كنت موجود وبتحرك وكنت بنقطع عن عملي اشهر طويله جدا علشان تدار هذه المعركه بقوه والحمد لله كنا في كل مرحله من مراحلها بننجح زوروا لنا انتخابات سقطوا مصطفى مره, واثنين كتير طبعا لف الاتهامات بتاع مش مشكله بالنسبه لنا واتسجنتم وكل حاجه السجون وكل حاجه لكن لم يعنينا شيء الا ان احنا مش... على الخط المستقيم انا ماشي ايماني بمؤسسات بلدي ودولتي ودفاعي عنها لا اختلف عن الوطن قد اختلف عن النظام وكان ده دي... منهجنا الدائم لكن لا خلاف على الوطن، لا خلاف على المؤسسات، لا خلاف على قواتنا المسلحه، لا خلاف على شرطتنا الوطنيه، لا خلاف على قضاءنا العادل، كل دي رواسخ ثابته احنا بندافع عنها بكل قوه في كل مراحلنا، حتى لو تعرضنا لظلم في مرحله من المراحل نمشي على نفس الخط لان ما لناش خيار. انا لما اختاروني ولما تشاورنا مع بعض المكان الانسب قلت انا عايز القاهره، طب ليه يا عم القاهره؟ قلت لهم عشان حلوان وجنوب حل القاهره منطقة بالنسبة لي كل جزء في جسمي بيتنفس هذه المنطقة النائب مصطفى بكر مرشح عن ايه؟ استاذ مصطفى بكري حاليا هو نائب عن قائمة الجيزة والصعيد شمال وجنوب الصعيد وكان هو مقرر قائمة يحب مصر في الانتخابات الماضية بالظبط كده ومن هذا المنطلق بقوة دافعه وبفريق يعني أصبحنا الدفع. أصبحنا وجه بحري ووجه ابلي ما احنا وحده مصر ما هو واحد مش, مش مينة مين واحد على فكره انا <applause> انا انا معجب بهذه التجربه خاصه انني متوقع جدا جدا طبعا لان كان في تنسيق مجلس الشيوخ ومجلس النواب <applause> طبعا فلما يكون شقيقه كده والنائب مصطفى بكري ناوي ينزل الانتخابات القادمه مجلس النواب حتى الان احنا منتظرين منتظرين ايه قراره طيب ما بلغناش بقرار لغايه دلوقتي هو هو ب... ولكن هتنزل تقفله طبعا وهتشتغل معاه في الانتخابات بتاعته ساقاتل من و... اجله وساقاتل وسأق طيب. معه كويس ولكن <applause> انت اصبحت نائب اه طبعا صح؟ طبعا طيب كويس لو حزبك قرر ان له راي اخر بالنسبه لمصطفى بكري انا عندي آه التزام حزبي بلا ايوه بلا شك الذي يقبل ان يكون عضوا في حزب يجب ان يكون لديه التزام حزبي انا بحترم حديدي. انا بحترم انا بحترم هذه الاراء دائما بشكل واضح طبعا لكن مصطفى بكري بالنسبه لي شيء خاص طبعا مصطفى بكري بالنسبه لنا كلنا مصطفى بكري هو اخويا هو استاذ بالنسبه لنا كلنا شيء خاص خد بالك ما تنساش ان احنا انا يعني احنا أنا ومصطفى بكري أو النائب مصطفى بكري إحنا زملاء بقالنا سنوات طبعاً، طويلة جدا جدا طبعا جداً واشره عمر يا أستاذ 8... محمد من بداية الثمانينات طويلة خليني أرجع بك إلى نتيجة الانتخابات التي كانت متوقعة القايمة نجحت لأن ما كانش فيها منافس واستطاعت الحصول على أكثر من 5% من الأصوات وعدت القايمة أنا لن أتناقش معك في القايمة 14 و23% تمام رؤيتك لما حدث في الانتخابات الفرديه ونتيجه الانتخابات الفرديه في مجلس الشيوخ انا اعتقد كان شيء متوقع لكثره عدد المرشحين على المقاعد الفرديه اولا 757 سبع 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 او 67 اه ثانيا في مناطق طبيعي لازم يكون فيها اعاده وهي محافظات الصعيد ايه ده انا استغربت له ده اعاده على كل المقاعد طبيعي طبيعي لازم ليه؟ حضرتك اولا بيدخل فيها المنطق القبلي ايوه والعائلي وهناك زي ما انت عارف يعني مثلا هتلاقي معظم مقاعد سوهاج سوهاج كلها هنا كلها الاقصر معظم مقاعد بني سويف اسيوط يعني, يعني ده تعبير عن الواقع القبل اللي بيفرض نفسه وبالتالي بيعمل بعثرة في الأصوات خاصة في الجولة الأولى الجولة الثانية ممكن تختلف تماما عن الجولة الأولى لأن طبعا تعرف لما يكون مثلا في إعادات فيها حزب مستقبل الوطن بقوته وتنظيمه وقدرته على اداره العمليه الانتخابيه بقوه وسرعه بالتاكيد هيحسم كثير من المعارك بسهوله بدون اي في مشاكل كم في كم مرشح من مستقبل وطن نجح معظم آه في الفردي كله كله نجح في 99 98 95% يعني نجح لا مستقبل وطن اللي هم اللي هم اصبح ليكم كم مقعد هو في 76 دايره حسمت على أنا على فردي من ضمنهم كم شخص من من مستقبل وطن لا يمكن النهارده لسه ما قدرناش نجمع العدد تمام. النهائي على ضوء اعلان نتيجه منذ ساعات يعني آه. لكن طبعا الاغلبيه الساحقه مستقبل وطن حصد مقاعد الاغلبيه الساحقه واعتقد في الاعاده هيحصد الاغلبيه الساحقه ايضا نظرا للتنظيم الجيد والقدره على الاداء انت لمست التنظيم بتاعهم آه طبعا. انا كنت لسه طبعا. بقول مع دكتور صبحي ادي الرؤية بتاعت مستقبل وطن قال لك الإعادة احنا داخلين التنظيم الجيد وهيقفوا طبعا أكيد ورا المرشحين بتاعتهم هما عنده بقى فيه في 26 مقعد متبقي اللي احنا متفقين عليهم اللي هتحصل عليهم الإعادة وهو قال إن معظم الصعيد الإعادة فيه هتكون بقوة هل حضرتك تتوقع أن تظهر في الفترة اللي جاية في ثلاث أسابيع لسه يروحوا متجمعين بقى تكتلات الأحزاب وتبدأ تنزل بشكل او باخر تدعم حتى لو مرشح من حزب تاني بس عشان تقف شوية ضد هذا الطيار بتاع مستقبل وطن في مجلس الشورى او في الانتخابات خليني آه خلينا اقول بس حضرتك الاول انه <applause> تقريبا حزب مستقبل وطن تقريبا يعني بالقايمه بالمستقلين حاصل في الجوله الاولى على سبعين مقعد طبقا للرصد الاولاني يعني وبينافس على 22 من ال 26 اللي موجودين عندهم 22 عنده وعشرين كرسي على من, 22 22 من ال 26 انا بتكلم على انه حزب مستقبل وطن بهذه الطريقه مؤهل في حده الادنى اللي هم 70 دلوقتي وحده الاقصى ان هم يبقوا 92 بنتكلم في 100 اما يبقى عنده ثلث هذا المجلس او ربع هذا المجلس في اقل على... تقدير على اقل تقدير في اقل تقدير 25% من مجلس الشورى بالظبط هيبقى عنده تقريبا ربع هذا المجلس وده زي ما قلنا الاستاذ اقرب حزب له مره آه ايه؟ حزب مين؟ تقريبا بفارق كبير جدا بس احنا بنتكلم على احزاب يعني معظمها بالذات في الفردي ادائها متواضع جدا غير ان هم من الاصل كانوا بينافسوا بعدد مرشحين بسيط جدا وللغايه يعني هو اكبر حزب نزل مرشحين سواء هنا او او حتى هنا. في الفردي صحيح طبعاً. صحيح ما فرق كبير حزب الشعب الجمهوري اه خمسة الشعب هو خمسة بس الشعب بالأولنية. الجمهوري أخذ خمسة في الجولة الأولانية في الجولة الأولانية فردي خمسة كلهم بالتالي يكون هو نمرة اثنين اه. نمرة اثنين له كم شخص في, ال... في القايمة؟ في القايمه ما اعرفش بالظبط كان كام في القايمه استاذ محمود ممكن عدد آه بس هو, هو يعني موزع على 11 حزب على 11 حزب, حزب متوزع طيب. انا عارف بس النسب مش موجوده معانا انا هحاول أجيب هذه النسب صحيح أوه. صحيح انما تمام. هو خلاص امن خمس مقاعد في الجوله الاولى في الفردي في الفردي تمام فاحنا بنتكلم دلوقتي على انه حزب مستقبل الوطن بكل هذه الامكانيات قدر يحصد هذه النسبه هل الاحزاب المتبقيه سواء اللي كانت موجوده في القايمه او خلاص دلوقتي ما بقاش في قائمه فالاحزاب دلوقتي تعتبر بشكل او باخر منافسه لحزب مستقبل الوطن في 22 مقعد اللي هو موجود عليهم هل دول يحصل بينهم ائتلاف سؤال حضرتك انا لا اتوقع ان ده هيحصل نهائي بين الاحزاب حتى بما فيهم الاحزاب اللي هي مشاركه في الانتخابات او اللي بتعيد زي حزب النور زي حزب كذا اللي عندي عندي تعليق, يعني. عندي تعليق على السؤال بتاعك يا استاذ محمد آه. المساله هنا لا تأخذ انا مثلا اتكلم لك على محافظات الصعيد المساله لا تأخذ في نطاق احزاب م. ولا قوى سياسيه لا لا, لا انا, أنا عندي وعائليه قبلية هو قبليه وعائليه يعني وبالتالي انت ما تقدرش تحدد ايه اللي ممكن يحصل لا أصل أنا أنا أهدف إلى إيه من سؤالي؟ الذي أهدف إليه أنني أتمنى أن أرى أن صحيح. هذه الأحزاب التي تخرج وتتكلم أن تقدر أن تعمل قايمة. هو حد منعها؟ أنت تكتل هذه الأحزاب عشان تعمل قايمة تاخد نسبة كبيرة من 26 مواجهة صحيح أن القوايم مغلقة ولكن زمان شفنا عتاولة بتنزل في قوايم وقد تكون عارفة أنها إيه هي هتسقط أيام زمان لو تفتكر في التسعينات طبع. بقى طبعا طبع. ولكن كانوا عتاولة وبينزلهم علشان إثبات القدرة السياسية والتواجد السياسي ده اللي أنا بسأل عليه ده اللي أنا برمي عليه لأن سؤالي التالي بعد هذا على طول هو أنت شفت أو سمعت عن قانون الـ الـ الدوائر تقسيم, الدوائر. مم. تقسيم مم. الدوائر في مجلس النواب القادم مم. واتساع هذه الدوائر رأيك ايه يا سيادة النائب في مجلس الشورى لو تقدمت اليك بهذا القانون عشان تعلق عليه والله هو في ضوء ما تم الوصول اليه هو 143 دائرة انتخابية تقسيم المحافظة يعني احنا دخلنا في الشورى في الشيوخ دخلنا في محافظة كاملة دائرة طول عمر الشيوخ لازم تبقى آه. لكن احنا دلوقتي إنما في احنا امام وير. امام آه. امام النواب احنا برضه في تقسيم في داخل المحافظات التسعه عندنا لان لان احنا القانون اختلف القانون اتغير اه القانون بقى 50 في 50 في 50 قوائم و50 فردي فالامر الطبيعي ان لازم بيتسحب مقاعد من الفردي لحساب القوائم تمام والقوائم شامله كل القوى والتكوينات المجتمعيه يعني من نساء <applause> من ذوي احتياجات من الخارج من كل اقباط من, من شباب تمام. يعني التشكيله اللي موجوده داخل القوائم بتعوض بتعوض اي اي نقص 50 خمسين 50 خمسين علشان زياده نسبه النسبه المخصصه للسيدات بالظبط والفئات المختلفه اللي موجوده برضه اه يعني القائمه بتعوض اي نقص ممكن تلاقيه موجود في الدوائر ولكن الفرديه ولكن اتسعت الدوائر الفرديه والله انا رايي الشخصي ان من لديه القدره على الوصول الى الجماهير ايوه لن يفشل في التوصل اليها اذا كان لديه اولا ده مطلوب يكون اذا كان لديه ايوه قدره على التواصل مش قدر... يكون لديه قدره على التواصل يكون لديه شعبيه وجماهيريه لدى الناس يكون لديه مصداقيه لدى... على فكره المواطن المصري اذا شعر انك آه صادق معاه هينتخبك ولو كنت فين مشكلتنا في كثير من الدوائر ان البعض عايز ياخد الكرسي يخطفه ويجري ويختفي عن المن... عن الناخب خمس سنوات وبعدين يجي يدور بعد خمس سنوات يرش له قرشين او يعمل اي حاجه علشان ياخد الكرسي تاني المواطن المصري اصبح ذكيا بيختار من يرى انه اصبح أل... وكان دائما ذكيا، ولكن يعني خليني اعود اعود دا بك مره اخرى الى انت بتقول الاكثر تنظيما والاكثر مقدره واللي الناس عارفاه يعني طيب ما انا عندي كده هنا دكتور صبحي هل تتفق مع المتطلبات دي في الفتره القادمه عشان ينزل انتخابات مجلس النواب؟ هي المتطلبات ولا عليها؟ دي لا المتطلبات دي طول الوقت موجوده بس انا بزبط. قلت بقول أيوة. لحضرتك ثاني ان انا شخصيا متحفظ على انا متفهم الهدف اللي اتعمل علشان ندي الحياه السياسيه نفس اخر ونعمل كل الكلام ده انا متفهمه تماما انما اتساع الدايره في الفردي بيعمل ايه يا استاذ محمود؟ انه المتواجد في مركز او في دايره كان طول عارف عمره عارف انها دايره اضيفت ليه وهو قدامه شهرين على الانتخاب دلوقتي اضيفت ليه تقريبا نص دايره ثانيه تقريبا يعني دايرة أو, كاملة. او دايره كامله هو لا يعرف عنها حاجه ولا كان متواجد فيها ولا عنده القدره الماليه ولازم نقف عند القدره أيوة. الماليه انه يقدر يخوض كل هذا الصراع عشان يوصل للناخبين اللي هم ما يعرفوش واللي هم مش من منطقته خاصة لما نتكلم لو انت حضرتك في الصعيد وطبعا أدرى مني بالوضع في الصعيد الانتشار الجغرافي الواسع جدا هيبقى يروح فين عندنا في الشرقية الانتشار الجغرافي ده هيروح فين انا مش بتكلم على القاهرة انه حي مصر الجديدة انضم الحي النزهة مش بتكلم انا على او اسم النزهة لمصر الجديدة الدنيا هنا في القاهرة واضحة أكتر يعني لو حضرتك دمج كنت ده مش جديد ده مش جديد لا, جديد لا جديد, لا جديد, جديد في مجلس النواب انتخابات 2011 انتخابات 2011, انتخبات 2011 اللي جرت كانت الدواري من فين؟ يعني احنا على سبيل المثال الدايره اللي كان بيخوضها اخوكم الاستاذ مصطفى بكري كانت ممتده من التبين جنوبا الى البساتين شمالا. وعملوا فيه ايه؟ دايره فيها لا 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 دي 2011 غير 2010. اه 2010 ده اتعمل فينا كلنا 2010 2010 طحنا كلنا. بنتلعب فيها ضدنا. لا 2011 اه الدايره كانت ممتده من البساتين والتبينها، دوله كان فيها حوالي ولكن 4 مليون بني ادم. بص يا استاذ ولكن يا سياده النائب، نا. لا تقارن بين اسم مصطفى بكري المعروف العلم آوى اخره، وبين شخص يحاول ان يصل سياسيا. <applause> أو كادر يعني خد بالك هنا بقى في الفرق الخبره وفرق كذا، ولكن ايضا في انك انت لازم تدي الفرصه. للسياسي اللي عايز يبدا جديد لا يعني لا انا عايز اقارن في حاجه انا النواه اللي عايز لا انا بضرب لك مثل آه بقول لك بقول لك انا كان عندي انتخابات سنه 2011 الدايره من البساتين للتبين وفيها اثنين اعضاء فقط اثنين بس النهارده انا عندي من منطقه المعصره للتبين وما ثلاث اعضاء فردي ده غير اللي حلقته القايمه يعني شوف الفرق قد ايه يعني الدايره مش الا بالعكس انا شايف انها منطقيه جدا في ضوء الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. حسن. لا في القاهره هي جايه عشان عدد السكان، احنا عندنا الكثافه السكانيه في القاهره عاليه جدا فالمساحه الجغرافيه بتقل لان انت بتحسب المقعد على عدد السكان مظبوط كل 100000 الف, 200000 الف ايا كان فده متوفر في القاهره، انا بتكلم حضرتك على اتساع الدوائر وظني الاستاذ محمد بيسال على ده في المحافظات زي في الصعيد زي في الوجه البحري طب انا عايز انا انا واقف قدام حاجه كده ظاهره زي مثلا ان في المحافظات زادت وفي محافظات قلت، بورسعيد كانت ست نواب ثم اصبحت خمس نواب، ثم الان اصبحت اربع طبعاً نواب طبعا بورسعيد بلد محمد مصطفى <بصفة تصفيق> شردي لا لا خال... لا انا بكلمك لا انا بتكلم على ايه؟ ان الكثافه السكانيه في بورسعيد تزايدت والرقعه بتاعت بورسعيد على فكره ما امتدتش جامد قوي، اه ده بالعكس ممكن تكون ده لمصلحه عدد النواب ولكن فجاه اكتشفوا ان لا ده هم اربعه نواب بس، اثنين في القايمه واثنين فردي على مستوى بورسعيد كلها. رؤيتك ايه ده في حين ان الاسماعيليه زادت صحيح. محافظة بجوار بورسعيد. ما هو زي ما زي فلسفة القانون قايمة على زي ما قلت حضرتك الوزن النسبي في اعتبارات كتير بتحكم الموضوع ده. انه ياخد الوزن النسبي انه ما يشتتش يعني لو في مثلا حد زيادة بس هي نفس القرية بس هي قرية مجاورة القرية وبعيدة عن المركز الثاني في اعتبارات كده بتتاخد أهمها موضوع الوزن النسبي انه كل نائب لكل كام 100 ألف آه حتكون انتخابات مواطن. مجلس النواب أكثر حدة وشراسة بسبب هذه التغيرات. بطبيعتها طول الوقت هي اكثر حده طبعاً. بس حدتها مقارنه بانتخابات مجلس النواب اللي فاتت واللي قبلها تبقى اقل لان أهل احنا و... وده اللي انا بقول لحضرتك احنا منحاز لفكره فلسفه الانتخاب بال... بالقائمه والحزب لو احنا عندنا الوضع الطبيعي برر ده انه طول الوقت لما بتعمل انتخابات بقائمه او على افكار وبرامج بيقل هذا التسارع بشكل فظيع يعني بيبقى في حاله ثانيه زي ما انت قلت حضرتك لما بدأنا بتلغي العصبيه بتلغي دور المال الى حد كبير جدا بتلغي حاجات كتير ما تشوفش فيها المشاهد اللي بتشوفها في انتخابات مجلس النواب فمقارنه بمجلس النواب قبل كده لا هتبقى اقل انما مقارنه بمجلس الشيوخ طبعا هتبقى اكثر سخونه 100 مره سياده النائب <applause> القائمه افضل ولا الفردي ولا اللي بين الاثنين المزج بين الاثنين المزج بين الاثنين اه طبعا, طبعاً طيب القائمه المغلقه المطلقه ولا القائمة النسبيه؟ القائمه المغلقه المطلقه في اطار تحالف وطني. دي الميزه الاساسيه. يعني انا آه بعد آه أيوة أنا, انا شايف بس فهم السيد المشاهدين طبعا انا شايف, شايف ان آه يعني ايه يعني ان انت لازم القائمة, القائمه الوطنيه من اجل مصر هي نتاج تحالف 11 حزب تمام سياسي وطني من اكبر وابرز الاحزاب في الساحه المصريه. وده كان ميزته اولا ضمان الهدوء في اداره المعركه الانتخابيه اثنين ضمان مشاركة كل التيارات والأفكار ذات التوجهات المختلفة والمتباينة في المعركة الانتخابية ثلاثة ده لن يجور على حساب أي من الأحزاب ليه؟ لأنه تحالف انتخابي وليس تحالف تحت قبة المجلس الشيوخ يعني مجرد انتهاء الانتخابات ينفض هذا التحالف الانتخابي الميزة الأساسية اللي احنا بناخدها من هنا ان احنا بنعمل عمل وطني داخل البرلمان كل حزب له فكر ولو برامجه الخاصة بيتبارى في ابرازها خلال عمله تمام. البرلماني طب الفردي بقى الفردي انا شايف انه مو مهم لكن انا ولكن يحتاج الى دعم حزبي قوي جدا وتواجد طبعًا حزبي طبعًا قوي جدا طبعًا ولجان طبعًا حزبيه كثيره طبعًا والى ما طبعًا. طبعا طبعا لا بص اكيد كل حزب بيرتب اموره وفقا لامكانياته وقدراته في شخصيات عامه احيانا انتقاء الشخصيات يعني انا لو جبت شخص قيادي مثلا في كان له دور كبير جدا والمفروض إحنا الرموز ندور عليها يعني له دور كبير في مجال مجالات الحياة المصرية عسكرية سياسية أدبية دينية أيا كان ودفعت بيه للساحة في ظل دايرة كبيرة زي دائرة القاهرة أنا بعتقد إنه لو ده لو ده توفر الاسم يقش الاسم يقش على طول طبعا وبتالي أنت بتجيب نجم تنزله احنا مش بقول إنه نجم لا مش بقول نجم بقول قيمة بالنسبة قيمة قيمة, قيمة شخص قيمة قطعت بيه 50% يا دكتور ربحي في 50% من الانتخابات حققتها بوجود اسم مربوط في أذهان الناس يعني أنا بضرب عند يعني عن الجمهور المستهدف أضرب لك مثلا أضرب لك مثلا قائمة القاهرة الفردي وجود اسم الدكتور عبد الحي عبيد على رأس قائمة القاهرة شكل مكسب كبير جدا لان الناس كلها تعرف الدكتور عبد الحميد عبيد من جنوب من حلوان لما كان رئيس الجامعه لما بقى امين عام مجلس اعلى الجامعات لما حاليا رئيس الجامعه العربيه المفتوحه شخص بالقيمه دي بيشد مع المرشحين الاخرين خد بالك فانتقاء الاحزاب للشخصيات انت حماه وطن لو جاب قياده عسكريه من ابطال حرب اكتوبر ومن الاسماء المشهوره جدا ودافع بيه في مقدمه المرشحين الفردي هيقش حيك... ده الطبيعي طبعا عايز اقول لكم بس سريعا عشان المعلومه بتاعتنا الشعب الجمهوري عنده عشرة في القايمه عنده خمسة نجحوا في الفردي وعنده يعني اثنين مرشحين داخلين الاعاده اذا هو, ضمن 15 بقول لك هو نمره هو ضمن هو ضمن 15 مقعد نعم. وعنده اثنين في الاعاده هو نمره اثنين في اعداد آه آه عدد النواب فده معناه ان احنا عندنا تفتت شديد للغايه وعندنا مستقلين كتير نجحوا في الفردي مش كده لا لا مفيش لا 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 مفيش مستقلين المره دي ايوه واحد بس اللي نجح الاغلبيه في الاولى الوطن واحد اللي نجح في القاهره أيوه من... انا عارف والله ما مهن... انا بتكلم ليه اذا نعود مره اخرى فورا الى فكره ان تكون ضمن حزب ان تكون ضمن تنظيم ما يحدث الان احنا عندنا تقلص للحاله العامه بتاعه الانتخابات او ال... التر... انك انت ترشح نفسك وانت مستقلا عن كل هذه الاحزاب توافقني على ده احنا مع احترامنا لكل الاحزاب اللي موجود في الساحه المصريه طبعا, طبعاً ونقود المعركه بالطريقه اللي شايفها لكن احنا في عندنا خمول الى حد ما في نشاط الحزبي على مدى السنوات اللي فاتت طبعا كثير من الاحزاب احنا لما تيجي تتكلم عن 106 حزب في مصر اراه اي مثقف يقدر يقول لي عشرة 12 من من الاحزاب دي يعني إحنا نتعب والله خلينا واقعيين ايوه فن بلاش نتكلم يعني كلام خيال ونقول 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 لا يا جماعه اشتغل يعني انا كنت بلوم مثلا على بعض الاحزاب في فترات المحن اللي مرت بها مصر بعد 30 6 2013 ما كنتش بلاقي كتير من الاحزاب حتى في الدوله بتحارب الارهاب بيشهد لنا جنود وضباط جيش وشرطة كل يوم والتاني في مواجهتنا مع الإرهابيين ومع ذلك ما تلاقيش حد مثلا يعمل مؤتمر لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب إيه؟ فين؟ حتة حتة أنت تقعد تعمل مؤتمرات لدعم الدولة ومؤتمرات مش عارف إيه بالك الناس تنظر إلى هذه الأشياء بشكل مختلف شوية، أنا مش أنا لا أؤيدك في وجهة نظرك، هم كل أحزاب مصر خارجة النهاردة بتؤيد الدولة، لا يوجد مزبوط مصري مزبوط واحد مزبوط يا مزبوط أنت مزبوط. مش محتاج تعملها كمؤتمر، أنا أنا لو أؤيدك في هذه أي الفكرة. فعالية ولكن أي فاعلية أيوه ولكن التواجد على الساحة والتواجد في وسط الناس ومش لازم يكون متواجد بفلوس، هل الأحزاب معاها فلوس عشان تتواجد؟ مش كل الأحزاب <applause> معاها فلوس، هي القضية أن تتواجد وأن يشعر أن هناك فكر يحدثه بالظبط وفكر يخاطبه طيب. وفكر يشاركه طيب أنا لك وعشان كده الأحزاب اللي طلعت جديدة بال... 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 بالتنظيم الجديد بتاعها بالرؤية بتاعتها للشارع الواقعية قدرت أن هي تتحرك وأن هي تنظم نفسها أنا هقول حاجة سيبك من المؤتمر لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب آه. طب إحنا معركتنا اللي دايماً الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنها مع الإرهاب معركة إيه؟ معركه فكريه طبعا مظبوط ولا لا طبعا اين هو دور الاحزاب في تثقيف وتوعيه الشباب في مواجهه الافكار الضاله والمضلله والقادمه الينا من الخارج اين دور الاحزاب في مواجهه الحملات المعاديه لينا من الخارج في مواجهه الاعلام الموجه لينا اللي بيجي لنا من اسطنبول ومن الدوحه ومن لندن اين دور الاحزاب في التواصل مع الشباب في الشارع والتواجد معاه في الحاره وفي ال... وفي الزقاق في كل يعني هذه القضايا اذا كنا بنتكلم اذا كنا بنتكلم انت تتحدث عن حدثني كي اراك بالظبط تواجد كي اعترف بالظبط بالظبط وهتلاقي جمهور هتلاقي جمهور ينتخبك ويقف معاك ويدعمك ويتحرك معاك لو اتحركت وبعدين دي كلها انا بتكلم على اعمال مشروعه ما فيهاش اي حاجه مخالفه للقانون من حق اي حد يعملها ولو انت في حاجه محتاج اذن اعتقد ما اعتقدش في حزب رسمي هيطلب اذن في اي فاعليه منظمه في اطار القانون حد هيقول له لا محدش عاد ف... بيوافق فاحنا لا نلومن الا انفسنا في التقصير احيانا انا لا القي الاتهام ده على الجميع طبعا في ناس محترمه جدا واحزاب محترمه جدا لكن أنا, انا بتكلم على العجز اللي موجود عند بعض القوى اللي اثر في بنيانها وتكوينها وخلاص مش, مش خاطر على طب انا لك على حاجه يا سياده النائب واحاولها لك لو طبعاً. انا قلت لك انت النهارده من ال 106 حزب دول مم. امسك ورقه وقلم كده هتكتب لي كام واحد؟ اكتب لك 20 بالكثير قوي 20 بالكتير قوي مش كده؟ اه صحيح؟ صحيح طيب تقدر تقول لي لماذا لا يجتمع الباقيين دول يتكتلوا شويه عشان يبان كيان؟ ما هو العائد عنده من انه يكون مستقل ويعمل نفسه حزب وطبع كارنيه ان انا حزب مستقل وعلى انا اسف للكلمه دي لطع يفطع على باب في, في مكان ما ويقول لك المقر بتاع الحزب الفلاني ليه ما بن... لا نرى يعني مساله التكتل وان هو يلم نفسه وان احنا نلاقي حياه سياسيه تعود الى التيار السياسي وليس هو كان إلى... في كان في فكره طرحت منذ نحو العامين وكان المستشار بهاء الدين بشقه رئيس حزب الوفد تصدر المشهد وجمع عدد كبير جدا من الاحزاب للوصول الى تنسيق مشترك وتفاهم مشترك اما الاندماج واما التعامل المشترك ولكن يبدو ان الفكره لم تحقق اغراضها وبالتالي لم يتحقق لها النجاح المأمول كنا نتمنى عمل زي ده يتم علشان نحقق لنا هذا في المطلوب يبقى في عندك كتلة تشتغل مع بعضها في أي سم. عمل وطني سريعا جدا عشان وقت البرنامج توقعاتك في الفترة القادمة بالنسبة لانتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بإذن الله مستقبل الوطن هيحصل على 95% من الإعادة تمنياتك على الاقل على أقل. تمنياتك ان شاء الله اسمها لي تمنياتك تمنياتي واملي عملك. واملي املك طيب تمام <applause> <applause> الف مبروك على هذا النجاح وانا عارف انا عارف الاوضه اللي انت هتدخلها اوضه الملفات بتاعت ما. آلة بكري المشهوره جدا 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 انتوا بتحتفظوا بملفات لقضايا وطنيه بقى لكم اكثر من خمسة 45 سنه انت واستاذ الاستاذ مصطفى بكري صديقي ما. وزميلي ما. العزيز فإنت عندكم ملفات انا عارف قد ايه حجمها احنا جاهزين في, في كل القضايا على الاطلاق جاهزين عشان و... بنحب بلادنا تمام آه الف الف مبروك الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ على القائمه الوطنيه من شكراً اجل زجد. مصر رئيس مجلس اداره صحيفه الاسبوع شكرا, شكراً أهل جزيلا في الحياه النيابيه المره الجايه هكون بنتقد خد بالك براحتك <applause> <applause> وانا معاك <applause> الإعلام بقى معاك ما أنت دلوقتي كده الجانب أنا الآخر أنا الجانب الآخر من المعادلة يا صديقي العزيز <applause> أهلاً بيك بشكر حضرتك دكتور صبحي <applause> سيلة على وجود حضرتك معنا الخبير مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا في هذه الحلقة بشكر حضراتكم على المتابعة وهنستمر في متابعة هذا الملف وانتخابات مجلس الشيوخ في الفترات القادمة في الإعادة علشان نتابع مع حضراتكم هذا الاختيار ثم ننتقل بعد منه على انتخابات مجلس النواب نشوفكم بكره الحياه